6 about energy, الطاقة, oxidation reduction reactions, تفاعلات الأكسدة والاختزال, and electron carriers, حوامل الإلكترونات, مركبات الحاملة للإلكترونات. Energy is the capacity to do work. الطاقة هي القدرة على إنجاز شغل or to cause particular changes أو أن تسبب تغييرات معينة. Thus, all physical and chemical processes are the results of the application or movement of energy. كل التغيرات الكيميائية والعمليات الكيميائية والفيزيائية الفسلجية اللي تحصل بالخلية هي نتيجة لتطبيق أو حركة الطاقة. Living cells carry out three major types of work. الخلايا الحية تقوم بإنجاز ثلاث أنواع من الشغل. أول نوع نسميه chemical work involves the synthesis of complex biological molecules required by cells from much simpler precursors. الشغل الكيميائي هو يتضمن بناء جزيئات بيولوجية معقدة أو كبيرة تحتاجها الخلية من مواد أولية بسيطة. Energy is needed to increase the molecular complexity of a cell. الطاقة أيضا تحتاجها الخلية لزيادة التعقيد الجزيئي للخلية. يعني بناء جزيئات كبيرة كالكربوهيدرات والليبيدز والبروتينز والدي ان اي والار ان اي، ومن ثم تجميع هذه الجزيئات على شكل عضيات ترتيبها داخل الخلية، وكذلك السيل ممبرين والرايبوسوم اللي تقوم الخلية بالوظائف المطلوبة منها. Transport work النوع الثاني الشغل النقل، نوع الشغل إنجاز الشغل للنقل. Cells require energy input in order to uptake nutrients. تحتاج الخلية إلى إدخال طاقة أو الحصول على طاقة لـ uptake of nutrients، لإدخال المغذيات أو المواد المغذية إلى داخل الخلية. Eliminate waste وطرح الفضلات، ومن منتين ايون بالانس حفاظ على التوازن الايوني. ميكانيكال ورك الشغل الميكانيكي. Energy is الحركة، يعني energy is required to change the physical location of organisms cells and structures within cells. الطاقة أيضا تحتاجها الخلية لتغيير الموقع الفسلجي للخلايا، وكذلك التراكيب داخل الخلية الوحدة. Structure within the cell تحتاج إلى طاقة لتقوم بهذا النوع من الشغل اللي هو الشغل الحركي أو الميكانيكي، يعني تغيير موقع التراكيب أو تغيير موقع الخلية كلها. The ultimate source of most biological energy is the visible sunlight. تعرفون قلنا بالمحاضرات السابقة إنه المصدر الوحيد لكل الطاقة البيولوجية على وجه الأرض هو visible sunlight، أشعة الشمس المرئية. On the earth surface, light energy is trapped by phototrophs. عندكم سؤال طلاب؟ طلاب عندكم سؤال؟
الطلاب دي تسمعوني؟ يا دكتورة. يا دكتورة ماشي. تمام. light energy is trapped by phototrophs. تقتنص الطاقة الضوئية بواسطة الكائنات ذاتية التغذية. الفوتوتروفس مثل ما قسمنا الميجر نيوتريشنال تايبس، الأنماط التغذوية بالمحاضرة رقم 2. الفوتوتروفس واحدة منها أو أولها during photosynthesis خلال التركيب الضوئي. الفوتوتروفس عندها القابلية أن تقتنص الطاقة الطاقة الضوئية الضوء الفوتوسينثيسيس التركيب الضوئي in which it is observed by chlorophyll. هذا بواسطة chlorophyll or other pigments، أي بيجمنت أخرى موجودة بالخلية، and converted to chemical energy. خصوصا العملية تعرفون إنه هذه تقوم بها البلانت سيلز وبعض البلو جرين ألجي أو البلو جرين بكتيريا. البكتيريا والطحالب اللي عندها كلوروبلاست، البلاستيدات الخضراء أو صبغة الكلوروفيل، هذه الطاقة الضوئية تتحول إلى طاقة كيميائية داخل الكلوروبلاست. عندها هذه الخلايا، عندها الكلوروفيل، عندها البلاستيدات، عندها الأذر إنزيمز والفاسيليتيز والميكانيزمز اللي تحول الطاقة الضوئية إلى طاقة كيميائية. Chemolytic autotrophs derive energy by oxidizing inorganic compound rather than obtaining it from light absorption. النوع الثاني من الكائنات طبعا هذه الفوتوتروفس والكيمولايتو اوتوتروفس، هذه الكائنات اللي هي المصادر الطاقه الرئيسيه، هي اللي تزود بقيه الكائنات بالطاقه. الفوتوتروفس ذاتيه التغذيه والكيمولايتو اوتوتروفس، هذا من اسمها كيمولايتو كيموليثو اوتوتروفس، متغذيات ذاتية التغذية. مصدر الالكترون ليثو يعني انورجانيك، ومصدر الطاقة هو كيمو يعني مادة عضوية. هذه شو تسوي؟ تحصل على الطاقة مالتها باي اوكسيدايزنج انورجانيك كومباوند باكسدة المركبات اللا عضوية rather than obtaining it from light absorption. احسن ما تحصلها من اللايت ابزوربشن، امتصاص الضوء اللي تقوم به الاوتوتروفس، ولكن هي الفوتوتروفس عفوا، لكن هي تحصلها من الاوكسيدايزنج اور اوكسيديشن اوف انورجانيك كومباوند. هسه صار عندي صنفين من الكائنات، الفوتوتروفس حتى ما تيجي بعدين بنمشي بالمحاضره. الفوتوتروفس ذاتيه التغذيه تحصل طاقتها من اللايت انرجي، حولها الى كيميكال انرجي بفعل وجود الكلوروفيل والبلاستيدات بها، وقلنا كل الفاسيليتيز عندها، الميكانيزمز، الانزيمز، حتى تقوم بهذه العمليه تحول اللايت انرجي تو كيميكال انرجي. هاي الفوتوتروفس، وقلنا هاي موجود بالبلانت سيل والبلو جرين الجي والبلو جرين بكتيريا. النوع الثاني من الكائنات اللي تعتبر مصدر اخر للطاقه هو الكائنات اللي هي كيموليثو اوتوتروفس، which derive energy، تحصل طاقتها من oxidation of inorganic compounds، من اكسده المركبات اللا عضويه. الكيميكال انرجي from photosynthesis and chemolithotrophy. لاحظ الكيميكال انرجي، الطاقة الكيميائية هسه المستحصلة بالطريقتين من الفوتوتروفس ومن الكيموليثو اوتوتروفس. الطاقة الكيميائية اللي استحصلت من قبل هذه الكائنات وهذه الكائنات ذاتية التغذية، الفوتوتروفس المتغذية الضوئية والكيموليثو اوتوتروفس، الطاقة الكيميائية هذه from photosynthesis and chemolithotrophy can then be used by photolitho autotrophs and chemolitho autotrophs. تستخدم فيما بعد بواسطة لما تجي هذه الكائنات اللي هي فوتو من نوع فوتوليثو وكيموليثو تتغذى على الكائنات الدقيقة أو
تمتص المركبات الكيميائية التي أنتجت من قبل الكيموليثوفوتوتروفس، الفوتوتروفس بالدرجة الأساسية، راح تنتقل الطاقة الكيميائية من هذه الخلايا أو من هذه الأجسام إلى الفوتوليثوأوتوتروفس والكيموليثوأوتوتروفس. هنا من تحولت الطاقة دي راح تقوم بتحويل الـ CO2 into biological molecules such as glucose. هذه الكائنات من اسمها أوتو، أوتو يعني تبني، ما تحصل طاقتها جاهزة، أوتو تبني يعني ذاتية، ذاتية التغذية. فتحول الـ CO2 اللي حصلته من الـ chemical energy من المركبات اللي طرحتها الـ phototrophs والكيموليتو autotrophs راح تحولها إلى biological molecules معقدة أو كبيرة مثل الجلوكوز والليبيدز والبروتينز الأخرى اللي تحتاجها الخلية. لهنا أكو سؤال طلاب؟ تمام، الكل ما عنده سؤال؟ لأنه حتى أفوت بالمحاضرة بقية التفاصيل، لأن خفت التبس عليكم. هذه الفوتوتروفس والكيموليثوتروفس هذه مصادر الطاقة الرئيسية الثنين، بعدين تتحول الطاقة الكيميكال انرجي التي أنتجت إلى فوتوليثو أوتوتروفس وكيموليثو أوتوتروفس. The complex molecules manufactured by autotrophic organisms. الجزيئات المعقدة المصنعة بواسطة الـ autotrophic organisms اللي هي الـ plant and microorganisms producers. Complex molecules manufactured by autotrophic organisms in the plant and microorganisms producers serve as a carbon source for chemoheterotrophs. راح تخدم هذه أو تعمل كمصدر للكربون. الجزيئات المنتجة من الأوتوتروفيك أورجانيزمز اللي حكينا عنها قبل شوية اللي هي البلانت والمايكرو أورجانيزمز اللي هي الكيمو الفوتوتروفس والكيموليثو أوتوتروفس والفوتوليثو أوتوتروفس والكيموليثو أوتوتروفس كلها أوتوتروفس، تحول الـ CO2 وتحول إلى بيولوجيكال مولكيول كومبلكس مولكيول. هذه اللي نسميها بروديوسرز يعني منتجة للطاقة أو منتجة للمواد الكيميائية، تعمل ك كربون سورس، تزود ككربون سورس for chemoheterotrophs and other consumers that use complex organic molecules as a source of material and energy for building their own cellular structures. هذه راح تستخدم الكربون سورس الكيموهيتروتروفس. الأكثرية من المايكرو أورجانيزمز هي كيمو هيتروتروف، تحصل الكربون مال المركبات ما تقدر تصنعها، هي تاخذها من جاهزه مصنعه من قبل الكائنات اللي هي اوتوتروف، مو بس الكيمو هيتروتروف، حتى احنا كونسيومرز نحكي على صعيد المايكرو بيولوجي that use complex organic molecules as a source of material and energy. هذه تستخدم الجزيئات المعقدة العضوية كمصدر للمواد الماتيريال، source of material and energy.
مصدر للمواد الكيميائية والطاقة for building their own cellular structure، لبناء تراكيبها الخلوية الذاتية. Autotrophs also use complex organic molecules. أيضا أحيانا الأوتوتروفز تستخدم complex organic molecules، مركبات جزيئات عضوية معقدة. عندك أحد عنده سؤال طلاب؟ Chemo heterotrophs often employ oxygen as an organic electron acceptor when oxidizing glucose and other organic molecules to CO2. شوي الموضوع الميتابوليزم شوية بعدكم يعني ما ماخذين عليه، لأنه شوية بي يعني ما ماخذ ما عندكم باك جراوند دي، بس هالمحاضرة شوية، المحاضرة الجاية راح تفهموه أكثر، راح تهضموه. الكيمو هيتروتروفس الكائنات اللي هي معتمدة التغذية، نوت ليثو نوت اوتو. كيمو هيترو تستخدم الأكسجين، قلناها بالمحاضرة السابقة إنه تستخدم الأكسجين as electron acceptor كمستقبل نهائي للإلكترونات لما تحصل أكسدة للجلوكوز. لما أقول oxidizing glucose يعني إيش دي يصير؟ oxidation. الأكسديشن هو شنو؟ هو عملية هدم كتابوليزم. هسه بالميتابوليزم راح تجيكم مصطلحين رئيسيين، هو الانابوليزم والكتابوليزم. الانابوليزم يعني ابتناء، الكتابوليزم يعني هدم. الميتابوليزم هو الايض، الميتابوليزم رياكشنز يسموها ريدوكس، يعني اوكسيديشن ريدكشن. ريدوكس يعني ريدكشن، اوكسيديشن رياكشنز يعني تفاعلات الاكسده والاختزال. الأكسيديشن هو الهدم الكتابوليزم، الريدكشن هو الأنابوليزم اللي هو سينثيسيس اللي هو بناء. بتفرقون؟ الأكسيديشن كل ما أذكر أكسيديشن كل ما أقول عملية أكسدة، يعني اللي يصير بالخلية هو تفاعل هدم، تفاعل كتابوليزم هدم. شي يصير شي رافقة release of electrons and energy yield or energy release، راح تنتج الكترونات في التفاعل مع الأكسدة وتنتج طاقة اللي هي الهدف الرئيسي من عمليات الهدم. عملية الهدم بالخلية ليش تصير؟ ليش تحصل؟ ليش الخلية تكسر الجلوكوز، تكسر الليبيدات، تكسر البروتينات؟ هذه الجزيئات العملاقة ليش دا تكسرها؟ تسوي لها اوكسيديشن، تسوي لها كتابوليزم، تهدمها، تحللها حتى تحصل طاقة in order to release energy. تحصل طاقة تحتاجها في عمليات الأيض الأخرى، تحتاج الخلية إلى طاقة، فمين تحصلها؟ تحصلها من عملية الكتابوليزم أو الأوكسيديشن اللي تقوم بها. فدائما من أقول أوكسيديشن يعني اللي دا يصير هو هدم، يعني كتابوليزم، يعني بريك داون، يعني أناليس هيدروليسيس، يعني تحلل، يعني تكسير للجزيئات الكبيرة من أجل الحصول على جزيئات بسيطة وتحرير طاقة وتحرير الكترونات تحتاجها الخلية في عمليات الأيض الأخرى. بيش تحتاج الطاقة والالكترونات؟ في عملية البايوسينثيسيس أو البناء الحيوي أو السينثيسيس للموليكيولز العملاقة، يعني تبني الجزيئات العملاقة أو جزيئات كبيرة أو معقدة من جزيئات بسيطة حصلت عليها عن طريق عملية الهدم. فالهدم كتابوليزم أو البريك داون اللي هي عملية أكسدة وتحرير طاقة وتحرير الكترونات. بالمقابل عندنا biosynthesis or synthesis ويسموه anabolism اللي هو عمليات بناء جزيئات كبيرة من جزيئات بسيطة أو simple precursors
بيها الخلية تحتاج إلى طاقة، الطاقة من تأخذها؟ تأخذها من الطاقة اللي تحررت في عمليات الكتابوليزم، وتحتاج الكترونز أيضا تحررت من عمليات الكتابوليزم أو الهدم. فتشوفون العمليتين واحدة عكس الأخرى، والخلية الميكروبية وكل الخلايا طبعا مو بس الميكروبية هي مصنع ضخم تحدث فيه تفاعلات الأيض في أجزاء الثانية، دائما أكو هدم أكو بناء حتى الخلية تمشي تفاعلاتها الأيضية. أكو سؤال طلاب؟ لا دكتورة، تمام. حتى من نمشي بعد تفهمون احنا يعني من نمشي بالتفاصيل تفهمون الأساس اللي احنا حتى يصير عندكم الأساس تعتمدون عليه. This process in which oxygen acts as a final electron acceptor and is reduced to water is called aerobic respiration. طبعا الهدم أو الأكسدة غالبا أو الأنواع الرئيسية من عنده هي 3 أنواع: aerobic respiration, anaerobic respiration, وfermentation. الـ aerobic respiration يتم في الكائنات اللي هي من نوع الايروبيك غالبا، يشتغل بها الاكسجين كمستقبل نهائي للالكترونات اللي تفيض من التفاعل، يكتسبها وينتج مكونات اخرى انترميديت تحتاجها الخليه. And much energy is released during this process. ميزه الايروبيك respiration انه الطاقه اللي تنتج منه طاقه جدا عاليه، وراح نجي نشرح ليش تنتج منه طاقة جدا عالية، والإلكترونات راح تتحول يكتسبها الأكسجين. هاي ميزة الـ aerobic respiration. The CO2 produced during aerobic respiration can be incorporated again into complex organic molecules during photosynthesis and chemolithoautotrophy. هذه عملية الهدم أو الكتابوليزم اللي نسميها aerobic respiration اللي انتجت طاقه جدا عاليه، راح تنتج من خلال راح تنتج simple precursors، مواد جدا اوليه بسيطه تنتج طاقه وتنتج الكترونات. فمن ضمن المواد اللي تنتج من aerobic respiration هو CO2. هذا CO2 which produced from or during aerobic respiration can be incorporated، ممكن ان يدخل ضمن يعني يعاد ادخاله او يتفاعل او يدخل ضمن into complex organic molecules ضمن الجزيئات العضويه المعقده اللي تتصنع خلال او تبنى خلال الفوتوسينثيسيس and chemolithotrophy. تلاحظ هسه الكتابوليزم انتج اكسجين، انتج سي او 2، انتج الكترونات، انتج طاقه. بالمقابل هذه المركبات وين تستفيد منها الخليه؟ راح تدخلها تبني منها مركبات معقده في عمليه التركيب الضوئي والكيمولييثو اوتوتروفي اللي تحصل داخل الخليه لبناء مركبات في عمليه بناء عكس عمليه الهدم. The cells must have a practical form of energy currency. الخلية يجب أن يكون عندها فد خلينا نقول مخزن للطاقة أو مصرف للطاقة energy currency. وين تنخزن هذه الطاقة اللي تنتج من الكتابوليزم وتحتاجها الخلية بالأنابوليزم؟ يجب أن تكون هناك في الجزيئات الرئيسية تنخزن بها الطاقة حتى الخلية تتوفر بالخلية، حتى الخلية ترجع لها من تبني، من تبني تحتاج طاقة من تسوي سينثيسيس أو أنابوليزم. هاي الطاقة اللي تنتج من عمليات الأوكسيديشن أو كاتابوليزم أو عمليات الهدم راح تخزن في مركبات أو جزيئات أسميها الـ ATP أدينوسين 5 فوسفيت، أدينوسين 5 تراي فوسفيت. جزيئات أدينوسين فيها ادينوسين اللي هي ادينين زائد شوجر و5 ترايفوسفيت في وثلاث مجموعات فوسفيت اي تي بي.
هذه اللي نسميها الـ ATP هي الـ Energy Curator. أكو سؤال طلاب؟ لو أكمل. دكتورة ممكن تعيدين؟ بس هذا آخر جزء. آخر جزء الـ Energy Currency؟ إي دكتورة. الخلية يجب أن يكون عندها فد جزيئة أو مركب تستخدمه كمصرف للطاقة أو مخزن للطاقة، يعني ترجع لها من تحتاج طاقة، يسموها energy currency. هذه تتمثل بالـ ATP اللي هو الأدينين أدينوسين 5 ترانفوسفيت. هذه تنخزن بها الطاقة اللي تنتج من تفاعلات الهدم أو تفاعلات الأكسدة اللي تحصل بالخلية. الخلية دائما اكو اي تي بي بالخليه تحتاجها لما تبني، تدخل الاي تي بي في عمليات البناء كمزود للطاقه او جزيئات في الطاقه، تزود تفاعلات البناء بالطاقه. ليش الاي تي بي؟ لانه الاي تي بي بها اواصر فوسفاتيه هاي انرجيتك بوند، يعني اواصر فوسفاتيه عاليه الطاقه. كل آصرة فوسفاتية تنكسر تولد طاقة جدا عالية، فتستفيد الخلية من الطاقة هذه في عمليات البناء. تشوفون دائما من تفاعل بناء أو معادلة بناء لأي مركب يرافقها الـ ATP. دائما نكتب الـ ATP وهي المواد المتفاعلة لأن الخلية تحتاجه، بينما الـ ATP يطلع ويا المواد الناتجة في عمليات الأكسيديشن، لان هو يعتبر برودكت، يعني يعتبر انرجي يتحرر من عمليات الهدم، لكن بعمليات البناء يعتبر شو نسميه من المواد المتفاعله، يدخل في التفاعل لا يخرج من التفاعل، بالهدم ينتج من التفاعل، بالبناء يدخل بالتفاعل. فتحتاج الخليه تدخل اي تي بي حتى تستفيد من الطاقه الموجوده بها، لان بالبناء تحتاج الى طاقه. ATP breaks down to adenosine diphosphate. لما تنكسر جزيئة الـ ATP تنكسر آصرة فوسفاتية واحدة، يتحول المركب من adenosine triphosphate إلى adenosine diphosphate باثنين أواصر فوسفاتية. And orthophosphate اللي هو PI، ذرة فوسفات راح تتحرر، orthophosphate يسموه PI. Energy is made available for useful work. من تنكسر جزيئة الـ ATP راح تكون الـ energy is available، يعني متوفرة لحصول أي شغل أو لحصول أي تفاعل بناء أو transport work, chemical work or mechanical work، لأنه هذه الثلاث أنواع من الشغل تحتاج إلى طاقة. من نجيبها؟ من الـ ATP. Energy from photosynthesis, aerobic respiration, anaerobic respiration, and fermentation. هاي الأشكال الأربعة اللي هو الفوتوسينثيسيس والفرمنتيشن والإيروبيك الأنيروبيك ريسبيريشن والإيروبيك ريسبيريشن، هذه هي اللي تولد طاقة، تولد طاقة أثناء حصول هذه العمليات الأربعة راح تتولد طاقة. is used to resynthesize ATP from ADP and PI and energy cycle is created in the cell. لاحظ احنا قلنا بالبناء نحتاج طاقة، فلازم ندخل الـ ATP بالتفاعل. بالهدم راح تتولد طاقة. فش راح يصير؟ راح يصير مثل دورة الطاقة داخل الخلية، يسموها الـ Energy Cycle. هاي الـ Energy Cycle شنو اللي راح يصير بيها؟ الـ ATP تنكسر تولد لنا ADP وفوسفيت. الفوسفيت من يتفاعل بالـ ADP راح يكون لنا الـ ATP مرة ثانية. هاي يسموها مثل الدورة، راح تنعاد في كل مرة. Energy Cycle يسموها. أكو سؤال طلاب؟ لا دكتورة. تمام.
هسه تفهموها اكثر لما نمشي بالمحاضرات الايضا اللي راح تجي بالمستقبل الاسابيع القادمه، راح تفهموها اكثر وتستوعبوها، يعني تفهموها. The release of energy normally involves oxidation reduction reactions, redox reaction. جيتكم عليها قبل شوية. تحرير الطاقة يتضمن في تفاعلات الأكسدة والاحتزاز. In which electrons move from an electron donor to an electron acceptor. هو شنو اللي يولد الطاقة؟ الطاقة تتولد من تحرك من تنكسر عصرة هذه المحملة بالطاقة العالية، هاي وحدة. لكن التفاعلات الهدم والبناء هي عبارة عن تفاعلات أكسدة واختزال. ايش دي يصير بالأكسدة والاختزال؟ فقدان واكتساب الكترونات. هاي الالكترونات منو مصدرها؟ مصدرها ذرات الهيدروجين اللي موجودة بالتفاعل في وسط التفاعل. Each hydrogen atom. Each hydrogen atom. كل ذرة هيدروجين provides one proton and one electron. كل ذرة هيدروجين تدخل في تفاعل الأكسدة والاحتزال. تزود التفاعل ببروتون واحد والكترون واحد. فإذا التفاعلات بتمشي تفاعلات كثيرة تمشي بالخلية، فتحتاج يعني أعداد كبيرة من ذرات الهيدروجين حتى تزود التفاعل بالبروتون وتزوده بالإلكترون. بالأوكسيديشن شو يصير؟ يصير إلكترون ريليز، تتحرر الإلكترونات. وين تكتسب الإلكترونات؟ في عمليات البناء اللي هي ريدكشن اختزال. فشي يصير؟ تكتسب الالكترونات الفائضه والمتحرره من الكتابوليزم او الاوكسيديشن في عمليات السنثسيز اللي هي ريدكشن. فالريدكشن هو سنثسيز كونسوم الكترون اند كونسوم انرجي، وايل اوكسيديشن اللي هو كتابوليزم اللي هو هدم ريليز انرجي اند ريليز الكترونز. وصلت الفكرة طلاب؟ هذا أساس الميتابوليزم. على قطع طلاب عندكم سؤال؟ لا تمام. Photosynthetic organism capture light energy. راح نعيدها حتى شوية تنعاد عليكم معلومات. هسه كل محاضرة راح تنعاد نفس المعلومات حتى تثبت عندكم ترسخ الفكرة. الفوتوسينثيتيك اورجانيزم مثل ما قلنا الفوتوسينثيتيك عرفتوها الفوتوتروفس او الفوتوسينثيتيك اللي الاورجانيزمز اللي تبني تسوي بناء ضوئي او تركيب ضوئي. كابتشر لايت انرجي تقتنص طاقه ضوئيه اند يوز ات تو موف الكترونز، تستخدمها لتحريك الالكترونات او نقلها من الماء and other electron donors such as H2S to electron acceptors such as NADP+. شوف اللي دي يصير انه اللايت انرجي راح تستخدم لتحريك او نقل الالكترونات او حركة الالكترونات من الماء الموجود بالخلايا النباتية والخلايا اللي تسوي فوتوسينثيتيك و
الـ other donors, electron donors مثل الـ H2S اللي هي تحتوي على الالكترونات، واهبة للالكترونات نسميها، to electron acceptors such as NADP plus أو NADPH أو NADPH، NADPH أو NADH. هاي ثلاث مركبات، أكو مركبات أخرى راح نتطرق لها، هاي كلها تحمل الالكترونات نسميها الكترون كاريرز، ضرورية جدا في التفاعلات الأيضية. ليش؟ لأن التفاعل الأيضي مثل ما قلنا قبل قليل هو oxidation reduction reaction، تفاعل أكسدة واختزال يحصل به فقدان الكترونات واكتساب الكترونات. حركة الالكترونات هاي من يحركها؟ اللايت انرجي هي اللي تزود المزودة للخلية، هي اللي تقوم تعتبر كطاقة محركة للالكترونات من الماء and other electron donors مثل H2S إلى المركبات المستقبلة للالكترونات أو الحاملة للالكترونات اللي تحمل الالكترونات في التفاعلات الأيضية وتزودها للتفاعل البناء أينما يحدث. يعني وين ما يصير بالتفاعل بناء ويحتاج الكترونات، هذه المركبات اللي هي الـ NADP plus الـ NADPH والـ NADH هاي تعمل كـ الكترون دونرز، تحرك تبطل الالكترونات للتفاعل، هي تكتسب الالكترونات وتزودها للتفاعل أينما تحتاجها الخلية. الفوتو اوتوتروفز يوز ATP and NADPH to synthesize complex molecules from CO2. ليش؟ ليش احنا قلنا؟ لانه تفاعل بناء، قلنا بالتفاعل البناء لاحظ synthesize، تفاعل البناء يبني جزيئات complex molecules from CO2، جزيئات معقدة من جزيئات بسيطة، وجود الـ ATP والـ NADPH ومصدر كربون طبعا. ليش؟ لانه بالتفاعلات البناء قبل قليل قلت لكم انه الخليه تحتاج طاقه، الانرجي كيورنسي بالخليه هو الاي تي بي، مصدر الطاقه او مخزن الطاقه للخليه هي جزيئات الاي تي بي. فمن تبني الخليه جزيئات كبيره عضويه معقده من جزيئات بسيطه سي او 2 راح تحتاج الى اي تي بي مصدر للطاقه، وتحتاج NADPH كمصدر للالكترونات، لأن احنا قلنا تحتاج طاقة وتحتاج الكترونز، consume energy and consume electrons. الـ ATP زودها بالenergy والـ NADPH provide the synthesis reaction with electrons. Hemo heterotrophs also make use of energy released during the movement of electrons by oxidizing complex nutrients during respiration to produce NADH. من أقول respiration، لا تتخيلون respiration اللي يحدث بالمايكروأورجانيزمز ونفس respiration. اخذ الاكسجين وطرح السي او 2، هنا لا، العمليه تختلف. هنا بالمايكرو اورجانيزمز الريسبيريشن لا يعني الريسبيريشن اللي هسه من راح نتقدم شوي من حضرات راح تفهمون شنو الريسبيريشن، شنو فرمنتيشن، شنو الفرق بينهم. الكيمو هيتروتروف هاي كائنات تستفاد ايضا ميك يوز اوف انرجي، تستفاد من الطاقة المتحررة من حركة الأيون الإلكترونات by oxidizing in complex nutrients بواسطة أكسدة المغذيات هذه أو المواد الغذائية المعقدة during respiration خلال التنفس to produce NADH which donates its electron to oxygen، حتى تنتج الـ NADH اللي يهب الكتروناته للأكسجين اللي يعتبر الـ final electron acceptor بالرسبيريشن. بالرسبيريشن الأكسجين هو، وهي راح نشرحها بالمستقبل حتى تفهموها أكثر.
and energy released during electron transfer is trapped in the form of ATP. والطاقة اللي تتحرر أثناء حركة الإلكترونات أو انتقالها راح تقتنص أو تخزن بشكل ATP. بتخزن هذه الطاقة في الأواصر الفوسفاتية من الطاقة العالية. The energy from sunlight is made available to all living organisms because of this relationship between electron flow and energy. بهالحالة راح تكون الطاقة المنتجة من الصنلايت متاحة لكل الكائنات الحية، مو فقط المايكرو أورجانيزمز. المايكرو أورجانيزمز اللي أقصد بها المعتمدة التغذية، مو فوتو أوتو أو فيموليتو أوتو. فالإنرجي اللي راح تجينا من الصنلايت هاي تكون متاحة available to all living organisms بسبب هذه العلاقة بين الإلكترون فلو and energy. الإلكترون فلو and energy يعني حركة انسيابية الإلكترونات أو حركة الإلكترونات والطاقة. حركة كل ما ينفقد إلكترون تتحرر طاقة. فاحسب يعني إيش قد طاقة تتحرر كل ما ينفقد إلكترون من أي جزيئة في عملية الأكسيديشن، طبعاً في عملية الهدم تتحرر طاقة. فهذه العلاقة بين الإلكترون فلو and energy هي اللي خلت طاقة الشمس أو طاقة ضوء الشمس هي متاحة لكل الكائنات. Electron transport is important in aerobic and anaerobic respiration and chemoletotrophy and photosynthesis. حركة الإلكترونات أو نقل الإلكترونات مهم في الفوتوسينثيسيس والكيموليتوتروفي، التغذية المعتمدة على المعدنية، المصدر الطاقة بها معدني ومصدر الإلكترون بها ضوء قوي، والأنيروبيك ريسبيريشن. هذه كلها لما يحصل بها الإلكترون ترانسبورت، الإلكترون ترانسبورت يكون مهم في هذه العمليات الهيئية حتى يحرر إلكترون يقتنص في مركبات معينة يختزن بشكل طاقة. إلكترون موفمنت إن سيلز تقوار بارس participation of carriers such as NAD plus and NAD P plus. Nicotine amide dinucleotide ونicotine amide dinucleotide phosphate. هذه المركبات هسه راح اشوفكم رسمها، رسم مو للحفاظ فقط حتى تفهمون. هذه المركبات هي الالكترون كاريرز الخلية، لازم تساهم في التفاعلات الأيضية. هذه المركبات لازم موجودة من يحصل تفاعل. ليش؟ لأن هي تحمل الإلكترونات من تفاعلات الأكسدة أو الهدم وتزودها، تعطيها في تفاعلات البناء أو الريدكشن أو الأنابوليزم. There are several other electron carriers of importance in microbial metabolism. مثل FAD، الفلافين أدينين دينوكليوتايد، FMN، فلافين مونونيوكليوتايد، which bear two electrons and two protons. هذه الجزيئة، الفلافين مونونيوكليوتايد تحمل إلكترونين وبروتونين. ليش؟ لأن قلنا إحنا كل إلكترون يرافق بروتون في ذرة الهيدروجين. كوإنزيم كيو، كو كيو or ubiquinone يسموه، cytochromes and several other carriers use iron atoms to transport electrons. هاي cytochromes وبعض المركبات الأخرى الموجودة بالخلية تستخدم الiron atoms to transport electrons، تستخدمها في عملية نقل الإلكترونات. سؤال عندكم طلاب؟ أي سؤال؟ لا دكتورة. تمام، شوية المادة جافة مو تمام، شوية بدينا بالميتابوليزم، شوية بيها صعوبة تحسوها.
إيه دكتورة شوية بها صعوبة. إيه لأن شوية مال إنرجي إلكترون موفمنت. بالمحاضرات الجاية راح تفهموها أكثر، بس تقرون هاي تاخذون السابعة والثامنة راح تفهموها أكثر، راح نفصلها نشرح أكثر. هذا الستركتشر أمامكم، ستركتشر أوف ناد، ناد بي أند ناد اتش، اللي هي الالكترون كاريرز very important molecules in the cell that participate in metabolic reaction. من أهم الجزيئات اللي تدخل وتساهم في التفاعلات الأيضية هو الناد والناد بي والناد اتش، لأنه هذه المركبات لها القابلية أن تكتسب الإلكترونات التي تتحرر من عملية الهدم، الأكسيديشن اللي هي الكاتابوليزم اللي تحرر طاقة وإلكترونات وتزود عملية البناء بهذه الإلكترونات. لاحظ تركيبها، أدينين قاعدة نيتروجينية وشوغر رايبوز شوغر ومجموعتين فوسفيت، هذه داي نيوكليوتايد يعني تتكرر بها، هذه داي نيوكليوتايد بها جزئين من هذه النيوكليوتايد، نيكوتين أماي داي نيوكليوتايد، هذا نيكوتين وهذه النيوكليوتايد، وهذا الجزء اللي يتبدل. لاحظ هنا لما تدخل هذه لما يدخل هذا المركب مكان الأكسجين راح يصير داي نيوكليوتايد، لما يلتحق به هيدروجين راح يصير بي ان اي دي اتش، لما تدخل ذره هاي فوسفيت على المركب كله راح يصير ان اي دي بي، لكن التركيب الاساسي هو الان اي دي، هذا الان اي دي اللي امامكم. بس تفهمون مين متكون الان اي دي، مو للحفظ، التركيب الكيميكال ستراكشر. بالنسبة للـ energy sources، لاحظ هذه راح يلخص لك كل حكيناه بالمحاضرة. الـ energy sources بالنسبة إذا أتكلم على صعيد all organisms، كل الكائنات الحية ليست فقط المايكرو أورجانيزمز، لأن إحنا قلنا الأيض تفاعلات الأيض بالمايكرو أورجانيزمز تشبه لحد كبير تفاعلات الأيض اللي تحصل في كل الكائنات حتى بالهاير أورجانيزمز. من حيث الأساس هو وحدة، حكيناها بالمحاضرة الأولى على ما أتصور، إنه الأساس هو واحد، نقل الإلكترون واحد، حركة الهيدروجين واحد، الإنزيمات نفسها تتشابه. فلما أتكلم عن الميكروبيال ميتابوليزم دا أتكلم عن الميتابوليزم اللي يحصل حتى بالهيومن والبلانت وال نفس الأساس، نفس المركبات، نفس الإنزيمات، لكن أكو فد اختلاف بسيط ببعض التفاصيل. لما أتكلم عن الـ all organisms، مصادر الطاقة منين تجي؟ من light energy والchemical energy. عندي مصدرين أساسيين للطاقة، light energy والكيميكال انرجي. المصدر الاساسي قلنا للطاقه اللي هو اللايت انرجي، لكن بعض الكائنات تسوي اوكسيديشن للكيميكال انرجي، تسوي اوكسيديشن اللي سميناها كيمو ليثو اوتوتروفس. كل اوتو يعني منتجه كائنات معتمده، عفوا ذاتيه التغذيه منتجه، تكون منتجه اوتو معتمده ذاتيه التغذيه، اوتو يعني تقوم بالحصول على كل احتياجاتها الطاقة اللي تحتاجها بشكل ذاتي أوتو. فاللي تكون تحصل على الكيميكال انرجي نسميها الكيموتروفس. الكيموتروفس تنقسم الى two types two kinds، هي الأورغانوتروفس والليثوتروفس. الأورغانوتروفس بها الكربون اند الكترون سورس، هو اورجانيك،
حكيناها بالمحاضرة من حكينا عن الأنماط التغذوية. الأورغانوتروفز بيها مصدر الكربون ومصدر الطاقة، مصدر الإلكترون ومصدر الكربون هو عضوي أورغانيك، تحصله من جزيئات عضوية هي اللي تكون معتمدة التغذية، يعني كيمو هيتروتروفز. أما الليفوتروفز بيكون بيها الإلكترون سورس إن أورغانيك، المصدر الإلكترون هو لا عضوي. والليثوتروفز ايضا نقدر نقسمها الى اوتو هترو، احنا مركزين على الاوتو. الكربون سورس فيها سي اوتو، الاوتو ليثو هذه الكربون سورس، هذه عاده ما اخذتوه من المحاضره الثانيه. بالنسبه للفوتوتروفز اللايت انرجي هو الكيميكال الانرجي تجيها من اللايت نسميها فوتوتروفز، اذا كان الكربون سورس من الاكسجين من السي او 2 اسميها اوتوتروفس. طلاب عندكم سؤال؟ تحبون نرجع على اي فقره اي معلومه اي؟ لا دكتوره ما في سؤال. بقيه الطلاب واضح دكتوره؟ واضح تمام. من نشرح السادسة السابعة عفوا والثامنة راح يصير الكلام أوضح بالنسبة لكم، لأنه هذه